HD. السلام عليكم متابعي قناة مريانا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على إشارة الجرس تشجيعا لنا لنستمر لنشر المزيد إن شاء الله. نصائح للتغلب على العطش في رمضان. يتزايد شعور الإنسان بالعطش خاصة إذا صادف حلول شهر رمضان المبارك في الصيف، وبالتأكيد يلعب نوع الغذاء الذي يتناوله الصائم دورا كبيرا في تحمل العطش أثناء ساعات الصيام. أما نصائحنا إليك عزيزي الصائم لكي تتغلب على الإحساس بالعطش فهو كالتالي: أولا، تناول الماء الذي لا يمكن تعويضه بمشروب آخر، وينصح بتناول الماء المحتوي على الأملاح المعدنية لتعويض ما يفقده الجسم من الأملاح خاصة خلال التعرق. هذا وبالإمكان إضافة بعض العناصر الصحية لكوب الماء الذي تشربه مثل شرائح الليمون أو أوراق النعناع الطازجة أو الزنجبيل المبشور. ثانيا، تناول المشروبات وعصائر الفواكه الطبيعية المرطبة التي تحتوي على أملاح، وينصح بتجنب العصائر المحتوية على مواد مصنعة وملونة اصطناعيا، وطبعا المشروبات الغازية التي تسبب الاضطرابات الهضمية. ثالثا، تناول الخضروات والفواكه الطازجة في الليل وعند السحور، فإن هذه الأغذية تحتوي على كميات جيدة من الماء والألياف التي تمكث فترة طويلة في الأمعاء، مما يقلل من الإحساس بالجوع والعطش. رابعا، تجنب تناول الأطعمة والأغذية المحتوية على نسبة كبيرة من البهارات والتوابل، وخاصة عند وجبة السحور لأنها تحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناولها. تجنب وضع الملح الكثير على السلطة، والأفضل وضع الليمون عليها الذي يجعل الطعم مثيل للملح في تعديل الطعم، فالملح يزيد من حاجة الجسم إلى الماء. تجنب المأكولات التي تدخل تحت اسم المخللات، فإن هذه الأغذية تزيد من حاجة الجسم إلى الماء أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مريانا.